فانا بالنسبه لي مش قصتي قصه سوبر، لكن قصتي قصه مبدا. كل اللي اتقال، حاله العبث، حاله العبث الحقيقه اللي حاصله في الكره المصريه، وملناش دعوه، انسى خالص ماتش السوبر، انا مش حاطه في حساباتي، انا عارف ان شاء الله ان انا اداه قدود. لكن قصه نفسها او قصه المبادئ او المفهوم اللي بتدار بيه الكره المصريه هي اللي بقت محل علامات استفهام كبيره جدا. اللي بيحصل ده ومحاوله انك تغلط نفسك قبل ما تغلط الجمهور، انك تكذب الكذبه وتصدقها، انك تحاول تبان انك بتدافع عن المنتخب وعن المشاعر الوطنيه وعن الانتماء، وانت كل هدفك انك انت تعطل النادي الاهلي، لانه مفيش تعارض ابدا 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 بين مصلحه المنتخب وبين مصلحه النادي الاهلي. الكلام على انه الجهاز الفني، طبعا احنا مش محتاجين نتكلم انه الدوري الانجليزي بقاله كتير، ليفربول لعب تقريبا 4 أو 5 ماتشات، اخرهم استون فيلا، وصلاح متالق وصناعه وتسجيل وفورمه عاليه. ففكره انك انت تجيب لعيبه تقول لا انا محتاجهم وهم لسه بسم الله الرحمن الرحيم ما لعبوش ماتش واحد في السيزون، وصلاح اللي بيلعب في الدوري الانجليزي اقوى دوري في العالم في ليفربول، واحد من الانديه اللي في صداره الجدول واللي بدا الموسم الحمد لله بشكل اكتر من رائع، يريح من مباراه اثيوبيا، علامه استفهام. ان لوي فيتوريا نفسه لما يسمح قبل كده بلعيبه منتخب تخرج عشان تلعب ماتشات وديه بقى ورسميه، دور تمهيدي او بطوله مش عارف اسمها ايه، ويجي على مباراه الاهلي اللي بيمثل فيها مصر، الاهلي بيلعب تحت علم مصر، الاهلي بيلعب باسم مصر، يقول لك لا والله انا محتاج اللعيبه بتاعه النادي الاهلي الدوليين، علامه استفهام. انا بكلمك على علامه استفهام بالنسبه للجمهور. في تصريحات امبارح طلعت، يعني طبعا هنتكلم على سلسله تصريحات كلها مردود عليها، لكن لما بتطلع شويه من ناس محسوبه او كانت في يوم من الايام محسوبه على النادي الاهلي، مش متاكد من صحتها ولا لا، ومحاوله تصوير الامر على انه حاله صراع بين الاهلي والزمالك، انا اعتقد ان ده لا يليق ولا يصح ابدا. الاهلي الكبير، كبير العرب وكبير افريقيا، مش ممكن ابدا ابدا ينزل المسؤولين فيه ولا فكر الاداره فيه لهذا المستوى. المستوى ده يليق باخرين، لكنه لا يليق ابدا باسم النادي الاهلي. وقصه النادي الاهلي ابدا ما كانتش مع نادي بقد ما كانت عن مسؤولين عن منظومه الكره، اللي تكرر في مناسبات مختلفه خذلانهم للنادي الاهلي بشكل يخلينا نقول انه مفيش امل بمنتهى الصراحه. غني بقى كما شئت، انتظر في يوم من الايام الانفراجه في الكره المصريه، لكن من الواضح انه طريقه الفكر والاسلوب اللي بتدار بيها الكره المصريه تقول لك انه ما تراهنش وما تنتظرش، وانه الاهلي يغرد منفردا خارج السرب، ويبدو ان الاهلي سيظل منفردا خارج السرب كده لسنين وسنين قادمه. يمكن ده يكون محرج للبعض، يعني ممكن يكون نجاحات الاهلي، يعني انه في الكره المصريه كلها لما اقول ان النتيجه لم ينجح احد، ده ممكن يكون مؤلم جدا للبعض او مؤلم جدا للكل، لانه حاله النجاح دي بتكشف حجم الفشل اللي احنا عايشينه للاسف شديد جدا في منظومه الكره في مصر.